هل في حمله تشويه على النادي الاهلي؟ في حمله معموله؟ اه في حمله بصراحه. هل احنا بنقول كده وخلاص؟ لا، هي واضحه لكل الناس، كلها واخده بالها يعني، كله كده. احنا الفتره دي طبعا كلنا عندنا قاعدين في البيت بسبب الحظر والظروف الحاليه بسبب ازمه كورونا، فبنتفرج على البرامج الرياضيه المختلفه، بما اننا مثلا مهتمين بالشق الرياضي واخر التطورات يعني، حتى لو متاثرين طبعا بازمه فيروس كورونا، لكن دايما بنحب نتابع نشوف ايه اخر اخبار وكده. لكن الملاحظ في الحقيقه، وما معرفش هو عن عمد ولا مش عن عمد في الحقيقه يعني، مش عايز اظلم حد او مش عايز ان انا اجزم بان الناس بتتعمد تشويه صوره النادي الاهلي، لكن وانت بتتفرج كده تلاقي مثلا ايه ديف قاعد موجود يروح قايل لك ايه، لا هو اصل الاهلي عنده سياسه لازم يغيرها شويه، وهي سياسه التعامل مع اللاعبين الكبار، اصل الاهلي عنده مش عارف مشكله ايه، بعدين تجيب ديف يقعد يسترجع الذكريات وكان حاصل مش عارف ايه ايام سنه كام، والاهلي فاز بطريقه عامله ازاي، ومش عارف مين اتظلم وكلام من ده. ده بيحصل وبشكل متكرر تقريبا يعني، ايه مش هكون ببالغ لو قلت كل يوم. طيب انا بالتحديد عايز اتكلم على الملف تعامل الاهلي مع اللاعبين الكبار، مش بكلم بقى الموجودين دلوقتي، مش هتكلم ولا على شريف اكرامي ولا فتحي ولا عاشور ولا وليد سليمان، ده خلاص ملف قتل بحثا يعني، الناس كلها اتكلمت فيه، انا نفسي حامل لو اتكلمت فيه تاني خلاص، انا مش هتكلم على الجزئيه دي، لكن انا هتكلم على محاوله البعض لترسيخ امور غير صحيحه اطلاقا في اذهان المتابعين والمشاهدين. اه في كم كبير جدا من اللي عندهم وعي وعارفين كويس قوي قوي ازاي الاهلي بيتعامل مع لاعبيه سواء الصغار او الكبار، ده معروف والتاريخ هو اللي بيقول كده يعني. لكن في نفس الوقت انا هتكلم في حته ان دايما لما تيجي تقول حاجه لا لازم ترجع للتاريخ، لازم تشوف الامثله كانت ازاي. يعني ممكن البعض يقول لك ايه اصل التعامل مع مش عارف مثلا يعني مع عماد متعب ما كانش كويس، التعامل مع عماد متعب كانت وجهه نظر فنيه وده الاساس اللي دايما بيمشي عليه النادي الاهلي. لما مثلا عماد متعب كان نفسه يكمل، كلنا كان نفسه عماد متعب مثلا يكمل كوره في النادي الاهلي طبعا، لكن كان ساعتها الكابتن حسام بدري الراجل شايف ان عماد مش قادر او شايف ان احنا مش محتاجين عماد متعب فقرر، بالتالي اداره النادي الاهلي ساعتها سواء بقى اللي كانت دلوقتي او اللي قبل كده او اي اداره في تاريخ النادي الاهلي بتاخد بقرارات وتقارير المدير الفني، انت عايز كذا خلاص انا هنفذه لك مفيش مشكله. ودي جزئيه مهمه جدا من ثوابت النادي الاهلي واللي ماشي عليها على مدار التاريخ يعني. لكن في نفس الوقت بقى لما تيجي تجيب امثله ثانيه الناس بتنساها معرفش ليه يعني. طيب ابو تريكة اعتزل فين؟ في الاهلي. تمام؟ بركات اعتزل فين؟ في الاهلي. وائل جمعه اعتزل فين؟ وخلي بالك دول اساطير، دي حاجه دول جامدين جدا، دول اعتزلوا فين؟ جوه الاهلي. هل الاهلي عاملهم وحش؟ هل الاهلي يعني سياسته ساعتها او السياسه المعروفه بالنسبه له اتغيرت؟ كانت معامله سيئه؟ لا طبعا. بالعكس ده الاهلي كان نفسه بركات مثلا يكمل، كان نفسه ابو تريكه يكمل، كان نفسه وائل جمعه يكمل. قبليهم بقى هات اللي قبليهم مثلا. الكابتن محمود الخطيب نفسه اعتزل فين؟ جوه النادي الاهلي. هات عدد كبير جدا من الفترات المختلفه. هتلاقي ان في لعيبه كتير قوي قوي اعتزلوا جوه النادي الاهلي، مفيش مشاكل حتى وهم ايه حاجه و30 سنه، يعني كابتن وائل جمعه على ما اتذكر اعتزل كام سنه؟ 36 37 سنه على ما اتذكر يعني. كان في مشكله مع الكابتن وائل جمعه؟ اطلاقا، وهو اسطوره من ضمن اساطير الكره في مصر واساطير النادي الاهلي. ما كانش في اي مشكله مع اي لاعب من اللاعبين اللي اعتزلوا جوه النادي الاهلي رغم الاعمار السنيه المتقدمه ليهم. لكن كانت الازمه في او مش ازمه، كانت الجزئيه في ايه؟ الجزئيه كانت في ان انا مرتبط برؤيه مدير فني. فالمدير الفني بيقول لي انا محتاج ده حتى لو عنده 40 سنه، انا محتاجه موجود. انا مش واخد اتجاه المجرد ان انا عندي لعيب جاب 33 34 سنه 35 يبقى لازم يمشي، لا خالص. الاهلي ما بيفكرش بكده، ما بيفكرش بالطريقه دي ابدا. الاهلي بيفكر في ايه؟ بيفكر وبيشتغل ازاي لما يجي المدير الفني اقول له حضرتك يا فندم عايز مين، عايز مين يبقى موجود ومين ما يبقاش موجود، عايز فلان وفلان 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 موجودين حتى لو عمره ايه موجود، مش عايز كذا وكذا وكذا، خلاص دي رؤيتك ودي وجهه نظرك واحنا بنحترمها، لان احنا في الاخر بنتعامل مع المدير الفني من خلال تقييمه على مدار فتره زمنيه كبيره اللي هو النادي الاهلي طبعا يعني. بيتعامل مع المدير الفني تقيمه، بتقعد فتره كده تتابعه وتشوف، بس لازم وانت بتتابعه تنفذ له رؤيته وقراراته عشان لما تيجي تقيمه وتيجي تتحاسب معاه وتشوف نتائجه ايه ما يبقاش انت قصرت في حاجه. فهو ده المبدا يا جماعه، هي دي الطريقه.
لكن انا مستغرب بصراحه الناس اللي تطلع تقول لك لازم الاهلي يغير من سياسته، لازم الاهلي يغير من طريقته في التعامل مع اللاعبين الكبار. هو الاهلي بيعمل ايه للاعبين الكبار يا جماعه؟ فكروا معايا كده واسترجعوا التاريخ، هتلاقي ان الطريقه ممتازه في التعامل مع الكل، مش اللاعبين زي ما بتعامل لعيب صغير زي ما بتعامل لعيب كبير، بل كمان لما يكون لعيب كبير وليه تاريخ مع النادي الاهلي فبيبقى ليه تقدير كبير جدا جدا، وده الطبيعي وده اللي احنا دايما بنشوفه مع النادي الاهلي. لكن البعض دايما بيربط ما بين رحيل بعض اللاعبين، انا مش بتكلم بقى على بتوع الفتره الحاليه خالص، خلاص دول قلنا ايه مش هنتكلم في القصه دي، انا بتكلم على اللي قبل كده مثلا اخر كام سنه. لما الاهلي كان بيقرر خلاص مش هنجدد مثلا لفلان، كان بيبقى عشان الناس عايزه كده، المدير الفني عايز كده، مش المسؤولين. المسؤولين عندهم جانب عاطفي بيبقى كبير تجاه اللعيبه الكبار زيهم زي الجماهير، ده امر مفروغ منه ومعروف لدى الجميع. لكن في نفس الوقت لما يبقى مدير فني قايل لي انا عايز كذا لازم هنفذه له، فما فيش الكلام اللي حضراتكم بتسمعوه خالص في الاعلام ده، ولازم يبقى في توضيح في الحاجات دي، ولازم يعني الزملاء الاعلاميين المحترمين يعني اللي احنا اكيد بنقدرهم ونحترمهم جدا جدا، ممكن ما يكونش هما ليهم ذنب بشكل كبير، لكن الواحد ساعات بيحط نفسه مكانهم. هو الضيف اللي بيبقى حابب يتكلم في الطريقه دي وفي الاتجاه ده، لكن انا مش عارف الضيوف بيبقوا متفقين مع بعض ان هما يجرحوا مثلا في النادي الاهلي او يشوهوا صوره النادي الاهلي او يهزوا طريقه وسياسه النادي الاهلي عند بعض الجماهير، مش عارف بصراحه. هل بيبقى في توجه من بعض الاعلاميين؟ بعض الاعلاميين عشان بيتكلموا محدد، واضح ان في توجه يعني. فاحنا دورنا ان احنا نوضح دايما لحضراتكم سياسة النادي الأهلي وطريقته، ودايما دايما لما يجي حد يجي يتكلم في حاجة كده نستعيد الذكريات ونستعيد الأمثلة الشهيرة المعروفة اللي اعتزلت جوه النادي الأهلي بشكل لائق ومحترم ومحترف جدا، وده اللي بيحصل دايما. ممكن بقى سمعت واحد مثلا بيقول لك أصل الأهلي اتعامل مع عبد الله السعيد، عبد الله السعيد كان خايف إن يبقى مصيره سيء مع النادي الأهلي لما يكبر شوية في السن وكلام من ده. لا، اللاعب نفسه هو بخلاف عبد الله بقى وبخلاف اي لعيب تاني، اللاعب نفسه هو اللي بيجبر المدير الفني ايا كان سنه ايه، يجبر المدير الفني ان هو يبقى موجود جوه الفريق. فده ما تلومش اداره الاهلي، ما تلومش المدير الفني، لا لوم نفسك انت كلاعب. انا خلاص واصل لمرحله مش قادر العب او مش قادر اثبت نفسي للمدير الفني، خلاص ما لومش حد، هو المدير الفني عايز كده، فبالتالي الاداره بتنفذ له طلباته. فدايما الطريقه بتبقى ممتازه من قبل النادي الاهلي في التعامل مع اي لاعب جوه القلعه الحمراء، وده احنا متعودين عليه، والبعض دايما يا جماعه بيحاول يهز الصوره دي. فاحنا بنفكركم بامثله كتير، ابرزهم ثلاثي طبعا وائل جمعه وبتريكا وبركات، وفي غيرهم يعني عشان ما بقاش ناسي حد، عماد النحاس، في غيرهم كتير، وفي في حقب زمنيه اخرى يعني مش عايز انسى حد، لكن في عدد كبير جدا من اللاعبين اعتزلوا جوه النادي الاهلي بشكل احترافي كبير وبشكل محترم، والمسيره بتنتهي بالشكل اللائق دايما.